بصراحة في اللقطات هذه هو شيء أسطوري بصراحة، لأنه بيلعب فعلا بيلعب بحساب وبيلعب بلا رانكد وفايتات واضحة حقيقية، يعني بتحس إنه فيديوهاته حقيقية ما مش ملعوب فيها ولا 1%. اوش ايوه ويلي واحد ضد ثلاثة كأنه هاي لقطات رانك. اوكي شباب بعدهم 16 راح نشوف قناة دراجانوف، بعدهم 16 راح نشوف دراجانوف الفيديو اللي طلبته مني. تمام حسب متعة اللقطة يا رجل ورب هكذا ام 16 عنده حساب ساكورا ما غريب ما عمل حساب ساكورا طلع الكل بيشغل له لوند وما بتعرف ايش هذا من خصو كان لي كان يا ولد دي بي اي كم عنده اوف على هاي اللقطة هاي البربر لا لا مو بربر شوف اعطى هم اثنين جنب بعض اعطى الاول وانطب والثاني وانطب مع بعض يعني شوف 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 لحظة هلا ببطل لك اللقطة بسيطة هاي ضرب رجع الايم عن الثاني شوف شوف لا والله حلوة والله انا بعتبره نوع نمبر 1 في سيرفر من الكارتش عليك هو الوحيد اللي بيلعب رانكد وبحسابه لازم اه بصراحة في اللقطات هذه هو شيء اسطوري بصراحة لانه بيلعب فعلا بيلعب بحسابه وبيلعب بلا رانكد وفايتات واضحة حقيقية يعني بتحس انه فيديوهاته حقيقية ما مش ملعوب فيها ولا 1% بهذا الشيء انا بشهد له بصراحة الله انه انا لايك بالله شيء خبر ممتع مثل هذاك اللي كان عندك بالله يسعدين هذول الاثنين ممتع والله كنت اعتونه فقط يا زلمه كون متحس بالامان ما في شيء يعني مرام ملعوب فيه ما في ما في ضحك على المشاهد باقي 4 دقائق على لوكي دراو يا اساطير ما شارك في لوكي دراو شارك هاي اللقطات يا زلمي شوف الدي بي اي عند الدي بي اي 10000 يا زلمي طلع طلع شوف المرد مش شايف متعة ورب متعة اقسم بالله متعة يا ابو الصلاة هذا خير رفقه شغل رونالدو ايه شغلوه شوف شوف يا علي انت لاحظ كم واحد شغل رونالدو من اول الفيديو لهلا وشوف كل المال دروع مرفوز يا اخي يا اخي شيء خرافي بحساب اساسي ما ببدل حسابه بكل فيديو شيء اسطوري صراحة تستحق اقسم بالله ببدل حسابه موت كله 40 يوم برس و 33 ايوه ايوه ديرك يا جاج ربك كل واحد وطريقته كل واحد وطريقته في ناس باللقطات الجلد بتستعرض ايم ومونتاج في ناس بتستعرض مونتاج في ناس بتستعرض قوة الخصم اللي ضدها وقوته هو ضد الخصم القوي اللي ضده كل واحد بيستعرض شيء ابو انس بربك لما احكي انت اسمعني بعدين انت رد علي ابو انس لا تحكي معي بنفس الوقت لانه هيك لا انت بتسمعني ولا انا بسمعك تفضل انا كملت تفضل ابو انس نحن عليه بنقصد ايش انه يعني في متعة ايش لانه كله حقيقي مليون في المية بتلاقي بتحس ايش فعلا في شيء انه متعة كله طلع بشغلونه رولاندو يا رولاندو يا رولاندو يا رولاندو يا رولاندو اليوم عصدك يا رولاندو نقنق لا يا قلبي مش معصب بس
لما تحكي انت مع واحد، نحن بنحكي مع بعض بالسماعات، ما بنحكي مع بعض على ارض الواقع. فانا لما بحكي وانت بتحكي بنفس الوقت، انت ما بتسمعني وانا ما بسمعك، فهمت علي كيف؟ وبنضل نحكي نحن اثنين مثل الهبل. فلازم واحد يحكي والثاني يسمع، وبعدين الثاني يحكي وواحد يسمع، هيك مفروض، عرفت كيف؟ صح. لانه بداية اللايف انا يعني انت ما ادري شو صاير معك. اوه والله حبيبي، بتيجي بتفتح لايف بتسمع كلام مثل اللي انا سمعته بداية اللايف، اكيد بتنزل. صحيح والله ما. ما بحب حركات النسوان، واحد بيروح بيحكي عليك بظهرك، هاي حركات النسوان ما بحب. اه هي بس هاي والله لو خلعته هي فرص كمان، يا فرص ما لا لا مو مقصود من خالد نفس الشيء. مش موضوع معروف يا علي لعبك يلا جيجي. شو هذا بخير ربه بجيب اصفر لك بخيل الله بخير ربه. ايوه يا زلمه صحيبوس يسحقين اخوه يا زلمه. شاد مولعين مورو 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 مين مورو؟ اه مورو اللي كان امبارح اللي لعب معنا بالروم. يلا حاضر شباب حاضر، هلا بنفتح قناه مورو ولا بنشوف. هذا مورو اللي كان امبارح يلعب معنا بال بالشو اسمه بالرومات الون بيس وان. حاضر شباب على بنفتح قناة مورو. اقسم بالله نمبر 1 16 والله مورو كمان اسطورة. اعرف ان شاء الله تكون لقطات كثيرة وهيك الرومات وهيك لعب. شوف 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 هلق البربرة اللي بربوها لي باليوزي. شوف يا ويل كل اخطاءه حقيقيه، كل اخطاءه فايتات حقيقيه، كلها فايت حقيقي مليون كابولوزي يا علي. دقه ايم، متعه، اداء، بيشتغل على نفسه، شيء مرعب. جاكور حاليا هو يعتبر الوحيد اللي هيك بيطلع صح؟ والله شوف عنده تشكيلات كمان ما شاء الله يعني مو ماشي فاضي وما ظل. ايوه ما في يا عمي شوف عليك شو انا تعالوا انتوا ايزي كده تعالوا يفنش شوف صاروا الكلب ربي عم يسرق عم يفنش هذي طلع كله. يا يا عفو الله على الضربي شباب ثواني باقي على اللوكي دراو. يلا اللي ما لحق يشارك يشارك اللوكي دراو اللي بعده. يا ويلي على هاي اللقطة. تذكر منال شاكي هاي علي هاي هاي طلع بالكهرباء اسكار هذيك هذيك بالكهرباء كان باقي له بس 99%. يا ويلي هون بعرض اعداداته بتوقع شباب مستاق يسعدينك يس. شوف بقول لك طلع انا ما انفعل انا اسطوره انا نمبر 1 لك. هاي مو قصه انفعل مو انفعل، هاي استعرض اعدادات وهديه على المتابعين وعلى ال 500000.